إذن نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول، وهو ما تعريف الصيام لغة وشرعا؟ ما تعريف الصيام لغة وشرعا؟ العلماء يعرفون الصيام بأنه في اللغة الإمساك. الصيام في اللغة هو الإمساك، سواء عن الطعام أو عن الكلام أو عن غيره. ويستدلون بدلائل من الأدب ومن القرآن، فمن كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي نذرت ألا تكلم إنسيا، وسمى الله عز وجل هذا الإمساك صياما. إذن الصيام في اللغة هو الإمساك، أما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالكف عن المفطرات تقربا إلى الله عز وجل مع النية. طبعا لا شك أن التعاريف مهمة جدا، وينبغي للمسلم أن يحفظها، لأنه كما ذكرنا مرارا تكون التعاريف جامعة مانعة. معنى جامعة مانعة أي جامعة لكل ما ينبغي أن يدخل في التعريف، ومانعة للدخيل الذي لا ينبغي أن يدخل فيه. هذا يعني قولهم جامعة مانعة. دابا احنا فاش كنقولوا بأن التعريف ديال الصوم هو التعبد لله عز وجل بالكف عن المفطرات، لو أن إنسانا كف عن المفطرات دون النية التي يستصحبها، مثلا واحد نصراني ولا يهودي ولا مسلم، يعني نام ولم يستيقظ يومه كله ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا حتى أذن لصلاة المغرب، هل نقول بأنه صام صياما شرعيا؟ لم يصم صياما شرعيا. واحد الإنسان غدر النعاس وبقى ناعس النهار كله احتفق مع المغرب، هذا ليس صياما، مع أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي شيئا من المفطر. إذن التعريف هو أن يتعبد العبد لله عز وجل، يعني تكون هذه النية حاضرة، ويمتنع عن جميع المفطرات. المفطرات طبعا سيأتي ذكرها، يعني الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن هذا هو تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع.